نرى التناقص فينا وحولنا لأننا متناقضون، نشعر بغياب طمأنينة فينا وبالتالي نشعر بهذا الغياب حولنا. فينا حالة مستمرة من النكران والجزم، ما نريد أن نكون هو ما نحن ينشأ عن حالة تناقص، صراع لا يؤدي إلى سلام، وهو حقيقة واضحة وبسيطة. إن هذا التناقض الداخلي يجب أن لا يترجم إلى نوع من الثنائية الفلسفية، لأن هذا هربا سهلا جدا. حين نقول إن التناقض حالة ثنائية نعتقد أننا قمنا بحله، إلا أن هذا مجرد عرف، مجرد هرب من الواقع يقدم لنا المساعدة. ما الذي نعنيه بالصراع والتناقض؟ لماذا هناك تناقض في داخلي؟ لماذا هذا الصراع المستمر كي أكون شيئا منفصلا عما أنا؟ أنا هذا وأريد أن أكون ذاك. إن التناقض الذي في داخلنا حقيقة وليس ثنائية ميتافيزيقية. لا أهمية للميتافيزيقيا في فهم ما هو موجود. نستطيع أن نناقش مثلا الثنائية وما هي إن وجدت، ولكن ما قيمتها إذا لم نعرف أن هناك تناقضا في داخلنا ورغبات واهتمامات متعارضة؟ أريد أن أكون جيدا بيدي أنني غير قادر على ذلك. إن هذا التناقض، هذا التضاد في داخلنا يجب أن يفهم لأنه يسبب الصراع، وفي الصراع لا نستطيع أن نخلق فرديا. لنكن واضحين خيال الحالة التي نحن فيها، هناك تناقض وهكذا يجب أن يكون هناك صراع. إن الصراع دمار خراب، في تلك الحالة لا نستطيع أن ننتج أي شيء سوى العداء والصراع ومزيدا من المرارة والأسى. إذا كان بوسعنا أن نفهم هذا بشكل كامل ونكون أحرارا من التناقض، عندها يتحقق السلام الداخلي الذي يؤدي إلى أن يفهم بعضنا بعضا. هذه هي المشكلة، إن رؤية ذلك الصراع مدمرة ومخربة. لماذا لا يوجد داخل كل منا تناقض؟ لفهم هذا يجب أن نتقدم قليلا إلى أبعد. لماذا هناك إحساس برغبات متعارضة؟ لا أعرف إن كنا واعين في أنفسنا لهذا التناقض ولهذا الإحساس بالرغبة ولتذكر شيء ما ومحاولة نسيانه من أجل العثور على شيء ما جديد. راقبوه فحسب، إنه بسيط وعادي جدا، ليس شيئا فائقا للعادة. إن هناك تناقضا في الواقع، إذا لم ينشأ هذا التناقض ماذا نعني بالتناقض؟ هل ينطوي على حالة غير دائمة تعارضها حالة أخرى غير دائمة؟ أعتقد أنني أمتلك رغبة دائمة تولد في نفسي رغبة دائمة وتنشئ رغبة أخرى تعارضها. إن هذا التعارض يولد الصراع الذي هو الدمار، أي هناك إنكار مستمر لرغبة المرء من قبل رغبة أخرى، سعي يغلبه سعي آخر. هل هناك شيء ما كالرغبة الدائمة؟ أكيد أن الرغبة كلها غير دائمة، ليس ميتافيزيقيا وإنما واقعيا. أريد وظيفة، أي أبحث عن وظيفة معينة كوسيلة للسعادة، وحين أحصل عليها لا أشعر بالرضا. أريد أن أصبح مديرا ثم المالك وهلم جرا. ليس في هذا العالم فحسب، وإنما ما يدعى بالعالم الروحي كذلك. إن المدرس يصبح المدير ويصبح القس كبير لساقفة والطالب المعلم. إن هذه الصيرورة المتواصلة، الانتقال من حالة إلى أخرى يولد التناقض، أليس كذلك؟ بالتالي لماذا لا ننظر إلى الحياة ليس كرغبة مستمرة واحدة وإنما كسلسلة من الرغبات العابرة التي يعارض بعضها بعضا دوما؟ من هنا لا يحتاج الذهن إلى أن يكون في حالة تناقض. إذا لم أعد الحياة كرغبة دائمة وإنما كسلسلة من الرغبات المؤقتة التي تتغير باستمرار، عندها لا يوجد تناقض. لا ينشأ التناقض إلا حين يمتلك الذهن نقطة رغبة ثابتة، أي حين لا يعتبر الذهن أن الرغبة كلها متحركة عابرة، بل يتمسك برغبة واحدة ويجعل هذا استمرارية. عندئذ فحسب، حين تولد رغبات أخرى يكون هناك تناقض، ولكن جميع الرغبات هي في حركة مستمرة. ليس هناك تثبيت للرغبة، ليس هناك نقطة ثابتة في الرغبة، ولكن الذهن يؤسس نقطة ثابتة لأنه يعامل كل شيء كوسيلة للوصول وللكسب، ويجب أن يكون هناك تناقض وصراع طالما أن المرأة يصل. تريد أن تصل؟ تريد أن تنجح؟ تريد أن تعثر على إله مطلق أو حقيقة تسبب لك إشباعا دائما؟ بالتالي أنت لا تنشد الحقيقة، لا تنشد الله، أنت تسعى إلى إشباع دائم، إشباع تغلفه بفكرة، بكلمة تبدو محترمة كمثل الله والحقيقة،
ولكننا في الواقع نسعى جميعا إلى الإشباع، ونضع ذلك الإشباع وذلك الرضا في النقطة الأعلى، ندعوه الله وندعو النقطة السفلى الشراب. بالتالي طالما أن الذهن يسعى إلى الإشباع، ليس هناك فرق كبير بين الله والشراب. إن الشراب يمكن أن يكون سيئا اجتماعيا، ولكن الرغبة الداخلية بالإشباع بالكسب هي أكثر أذى، أليس كذلك؟ إذا كنت حقا تريد العثور على الحقيقة، يجب أن تكون في غاية الصدق، ليس لغويا فحسب، يجب أن تكون واضحا بنحو فائق للعادة، ولا يمكن أن تكون واضحا إذا كنت لا ترغب بمواجهة الحقائق. ما الذي يسبب تناقض في كل منا؟ إنها الرغبة في أن نصير شيئا ما، أليس كذلك؟ كلنا نريد أن نصبح شيئا ما، أن نكون ناجحين في العالم وأن نحقق داخليا نتيجة. بالتالي طالما أننا نفكر من حيث الزمن، من حيث الإنجاز، من حيث المنصب، يجب أن يكون هناك تناقض. إن الذهن هو نتاج الزمن، إن الفكرة يستند إلى البارح، إلى الماضي. بالتالي طالما أن الفكرة يعمل في حقل الزمن ويفكر من زاوية المستقبل والصيرورة والكسب والإنجاز، سيكون هناك تناقض، لأننا نصبح عندئذ غير قادرين على أن نواجه بالضبط ما هو موجود. ففي الإدراك، في الفهم، في كوننا وعينا دون خيار لما هو موجود فحسب، ثمة احتمال للتحرر من العالم المفكك الذي هو التناقض. بالتالي من الجوهري أن نفهم صيرورة تفكيرنا كلها، لأننا نعثر على التناقض فيها. فقد صار الفكر نفسه تناقضا، لأننا لم نفهم السيرورة الكاملة لأنفسنا. وذلك الفهم ممكن فقط حين نكون واعين بشكل كامل لفكرنا، ليس كمراقب يعمل على فكره فحسب، ولكن بشكل متمم ودون خيار. وهذا أمر شاق جدا، عندئذ فحسب يحدث حل لذلك التناقض المعيق والمؤلم جدا. طالما أننا نحاول أن نحقق نتيجة نفسية، طالما أننا نريد أمنا داخليا، يجب أن يكون هناك تناقض في حياتنا. لا أعتقد أن معظمنا يعون هذا التناقض، أو إذا كنا نرى دلالته الحقيقية. على العكس، يمنحنا التناقض دافعا للحياة، يجعلنا عنصر تشظي نفسه نشعر بأننا أحياء. فالجهد صراع تناقض يمنحنا إحساسا بالحيوية. لهذا نحب الحروب، لهذا نستمتع بمعركة الإحباطات. طالما أن هناك رغبة كي نكون آمنين نفسيا، يجب أن يكون هناك تناقض. وحيث هناك تناقض، لا يمكن أن يكون هناك ذهن هادئ. إن هدوء الذهن جوهري لفهم دلالة الحياة كلها، فالفكر لا يمكن أن يكون هادئا. إن الفكر الذي هو نتاج الزمن لا يمكن أن يعثر أبدا على ما هو لا زماني، لا يستطيع أن يعرف أبدا ما هو وراء الزمن. إن طبيعة تفكيرنا نفسه هي تناقض، لأننا دائما نفكر من زاوية الماضي أو المستقبل، بالتالي لا نعرف أو ندرك الحاضر على نحو كامل أبدا. أن نكون مدركين بشكل كامل للحضارة مهمة في غاية الصعوبة، لأن الذهن غير قادر على مواجهة الحقيقة مباشرة ومن دون خداع. إن الفكرة هو نتاج الماضي، وبالتالي لا يمكن أن يفكر إلا من زاوية الماضي أو من زاوية المستقبل، لا يمكن أن يكون واعيا بنحو كامل لحقيقة في الحاضر. وهكذا طالما أن الفكر الذي هو نتاج الماضي يحاول أن يزيل التناقض وكل المشكلات التي يخلقها، يقوم فقط بسعي وراء نتيجة، محاولا أن ينجز غاية. إن تفكيرا كهذا لا يخلق إلا المزيد من التناقض، وبالتالي الصراع والبؤس والتشوش فينا وحولنا. يجب على المرء أن يكون واعيا للحاضر دون خيار كي يتحرر من التناقض. كيف يمكن أن يكون هناك خيار حين تواجهك حقيقة؟ إن فهم الحقيقة يصبح مستحيلا طالما أن الفكرة يحاول أن يعمل على حقيقة من حيث الصيرورة والتغير والاستبدال. بالتالي إن معرفة الذات هي بداية الفهم. دون معرفة للذات سيستمر التناقض والصراع. لمعرفة الصيرورة كلها والذات الكلية لا يتطلب الأمر أي خبير وأي سلطة. إن سعي وراء السلطة لا يولد إلا الخوف. ليس هناك خبير أو أخصائي يستطيع أن يبين لنا كيف نفهم سيرورة الذات. على المرء أن يدرسها لوحده. أنا وأنت نستطيع أن نساعد بعضنا بعضا عبر التحدث عنها، لكن لا أحد يستطيع كشفها لنا. لا أخصائي ولا معلم يستطيع أن يكشفها لنا، ولا يمكن أن نعيها إلا في علاقتنا،
علاقتنا مع الأشياء والملكية والناس والأفكار. سنكتشف في العلاقة أن التناقض ينشأ حين يقارب الفعل نفسه إلى فكرة. إن الفكرة هي مجرد تبلور الفكر كرمز، ومحاولة الاقتداء بالرمز تسبب تناقض. بالتالي طالما أن هناك نموذجا للفكر سيستمر التناقض. كي ننهي النموذج والتناقض يجب أن تكون هناك معرفة للذات. إن هذا الفهم للذات ليست سيرورة مقتصرة على القلة، يجب أن تفهم الذات في أحاديثنا اليومية، في طريقة تفكيرنا وشعورنا، في الطريقة التي ننظر بها إلى الآخر. إذا كنا نستطيع أن نكون واعين لكل فكرة وكل شعور من لحظة إلى أخرى، عندها سنرى أنه في العلاقة تفهم طرق الذات. عندئذ فحسب هناك إمكانية لهدوء الذهن ذاك الذي فيه وحده يمكن أن تتحقق الحقيقة المطلقة.